الإرث الصعب الكبير الذي تركه زيدان وتركه كريستيانو رونالدو. الآن بالنسبة لأتلتيكو مدريد بالتدعيمات بالأسماء القادمة ممكن أن نرى هذا الفريق يعود للصراع باللقب، ولما لا التتويج كما فعله في 2014. أتلتيكو مدريد بكل تأكيد هو مرشح للمنافسة على الليغا الإسبانية. لديه سجل رائع جدا، مدرب لديه أفكار ممتازة، عناصر شاهدناها منسجمة، عنده إمكانيات دعم الفريق في الصيف بعدد من الصفقات، أضافت إضافات ممتازة للفريق. أتلتيكو مدريد لا يستبعد دائما النقاد من أن يكون أحد الأطراف المتنافسة على الدوري الأسباني، لكن في المقابل المشكلة ليس في أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد هذا المستوى وهو مستوى دائما في دائرة المنافسة ودائما موجود، لكن المشكلة في مدريد، ومشكلة في مدريد الآخر. نعم، لوبوتيغي وأيضا بيريز، والتعويض اللي يجب أن يحصل خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال الأيام القليلة القادمة الدفع والتعاقد بصفقات لتدعيم الفريق. نعلم أن الكل متشبث بلاعبينا، والكل عنده اللاعبين المفاتيح اللعب واللاعبين المميزين متمسك بهم، لكن في عالم المال وعالم الانتقال أعتقد أنه يجب أن يتكلم بيريز في لغة المال، نعم، ويبتعد عن الأمور الأخرى، لأن مدريد في هذا الوضع في هذا الشكل اللي شاهدناه هو ليس بمدريد المرعب، ليس بمدريد الذي ممكن أن يعمل شيء في تشامبيونز ليج أو حتى في الدوري. لاحظنا هناك اعتماد على بعض العناصر، وهذه العناصر من الصعب أن تعطيك موسم كامل، لذلك يجب على بيريز أن يكون أكثر حيوي في الأيام القليلة القادمة. مدريد بحاجة إلى إضافة لاعبين، بحاجة إلى أسماء، بحاجة إلى نجوم. ولكن لم يستمع إلى ما قاله زيدان حينما قال قضيت موسما عصيبا مباشرة بعد فوز بالشامبيونز ليج، وكانت مباراة ليغانيس في الكأس هي التي جعلته ينظر إلى أن ليس هناك أسماء قادرة على أن تعطي الإضافة التي كان يحتاجها. لذلك ربما مشروع زيدان توقف حينما ربما وجد أن الباب تم غلقه أمامه من قبل بيريز. لا يريد تدعيمات، لا يريد أن يصرف المال. الآن هل ينتبه ويستفيق في نهاية المطاف؟ هو سيستفيق قطعا، بالنسبة لريال مدريد جماهيره كبيرة وجماهيره لا ترضى، ونعرف الضغط الموجود دائما في الملعب البرنابيو لما الفريق يتعرض إلى تعادل أو خسارة ويكون بعيد عن المنافسة، ولا يرضى الفريق يكون منافس ثاني أو ثالث في الليغا، ويريد استعادة التنافس ويريد الفوز بالليغا لأنه سيطر على دوري الأبطال في 3 مواسم متتالية. يكاد يكون الآن الفريق تركيزه على ليغا مع الحفاظ على اللقب. يعلم جيدا بعد خروج زيدان، وأنا أرى زيدان يمكن هي الخسارة كذلك كبيرة، لأن هنالك انسجام ما بينه وبين اللاعبين ومجاراة كذلك نجوم الفريق بشكل جيد، فأرى أنه خروجه كان واضح أنه في عالية المستقبل الفريق وتعامله في الصفقات، ويمكن في لاعبين انتداب وخروج لاعبين، ولذلك زيدان خير الخروج وخرج في وقت أنا أراه كان جيد بالنسبة للمدرب وليس بالنسبة للفريق. كذلك خروج رونالدو، خروج رونالدو في هذا الوقت بالذات والكل نعلم المشاكل يمكن المادية، ويريد يمكن عقد طويل الأمد، وبيريز دائما يفكر في ريال مدريد ويعلم أنه اللاعب تقدم في السن، وأنا أرى أنه رونالدو يستحق معناها البعض من الاعتراف بالجميل لما قدمه للنادي ريال مدريد. البعض كل اعتراف بكل الجميل. يعني بس على الناحية الجانب الآخر يا خالد لازم نؤدي تحية وتقدير لأتلتيكو مدريد. طبعا سنعود لأتلتيكو مدريد، يمكن نبقى مع ريال مدريد. ألا يمكن أن تعتبر الآن بعد خروج زيدان ورحيل كريستيانو أن الريال عاد إلى النقطة التي كانت قبل زيدان مع بينيتيس؟ عنوان ماركا يقول بأن أتلتيكو مدريد كان سوبر وملأ ريال مدريد بالشكوك. الآن ليس الشك فقط في تعويض كريستيانو، هناك الكثير من علامات الاستفهام تطرح حول هذا الفريق وحول خيارات المدرب أيضا. حتى لو الريال كان كسب البطولة، لو كسب السوبر وهذه المباراة هو محتاج تدعيم. صعب جدا ان انت يخرج منك زيدان ورونالدو ما تقولش انا مش عاوز الدعم او مش عاوز صفقات، لا انت مش عاوز. وتؤيد لاعبين اخرين ايضا. النهارده برشلونه دعم، اتلتيكو دعم على المستوى المحلي، احنا بنتكلم ان انت هتنافس على كل البطولات، انت راجل بقالك 3 سنين بتاخد دوري الابطال، خرجت الموسم اللي فات الثالث في الدوري، فما زال بالك الاول برشلونه دعم، الثاني اتلتيكو دعم،
انت ما دعمتش او دعمت بلاعبين مش قدر مش على قدر اللي انت الطموح بتاعك ان انت تنافس. انما ما زال شخصيه الريال موجوده. انما ايضا في بعض الامور انت نادي الملوك، لما يخرج منك ملك لازم تعوض بملك اخر. الخروج الملك ليس خرج ملك واحد، خرج ملكين او بولي عهد، خرج ملكين هناك ملكين يعني ميسي ورونالدو طبعا. فانت محتاج ان انت تعوض هذا او امير هذا الخروج، محتاج صفقات على المستوى الكبير. احيانا في بعض الفرق الهيبه بتاعتها بتبقى موجوده، لما بيخرج منها نجوم بتقل الهيبه. نعم. او بتقل بقدر من خروج النجم، فانت محتاج ان الخصوم او المنافسين يخافوا منك. اوريدي اسمك قوي، التيشيرت بتاعك قوي، نجومك ايضا اللي خرجوا منك يقللوا من الهيبه، فمحتاج ان الفرق ما تطمعش فيك. في بعض الاحيان النهارده لما تلاقي على الدكه النهارده لما مغلوب 4-2 وتنزل مايورال، لا مش هيجيب لك، مش هيعوض لك الفرق الكبير. بعكس انت في بعض المباريات لما يبقى عندك رونالدو يقدر يلم الفريق في ثانيه او يدعم الفريق في ثانيه والمنافسين يخافوا منه. انت خلاص فقدت رجل او هداف بيسجل لك 50 هدف في المباراه في الموسم، في الموسم. فانت هتعوض ال 50 هدف ده، هتعوضهم بمين؟ هل هتعوضهم بمايرال؟ هتعوضهم ببنزيما؟ هتعوضهم ببيل؟ بسيبايوس؟ بسيبايوس صفقات ممكن صفقات كويسه، انما مش على نفس المستوى. فانت قبل المباراه او بعد المباراه او خدت البطوله او ما خدتش البطوله، انت محتاج دعم صفقات عشان تحافظ على هذا المستوى. تصل من يقول بان البطولات. استخدام كورتوا لم يكن مجدي، ليس بحاجه الى حارس مرمى بقدر ما هو بحاجه الى رجل ممكن ان يعوض على الاقل نصف كريستيانو رونالدو او ما يقدمه او ما قدمه كريستيانو. طبعا يعني هو مدريد ما هو بحاجه لحارس مرمى، نافاس ليس بالحارس السيء، انقذهم في الكثير من المناسبات، بالعكس كان يقدم مباريات ممتازه مع ريال مدريد، لكن هو بحاجه ان يعوض من خرج من الفريق رونالدو، ان تاتي باسم نوعا ما على الاقل يتنبأ لنا يقوم بادوار رونالدو او مقارب او مشابه لها في بعض المباريات. لم ياتي باي صفقه، خروج كوفازيتش ايضا لم يعوض في وسط الملعب بقيمه لاعب مثل كوفازيتش. لاعب نعم هو قد يكون لاعب دكه احتياط، لكن نزل هو من اللاعبين اللي استخدمه زيدان بمباريات كثيره في الموسم الماضي، كان مفيد ومفيد في مباريات كثيره. لذلك انا استغرب من بيريز حاله الصمت اللي عايشه هو، وهو هل هو مقتنع بالسكواد بالمجموعه الموجود؟ نعم. هل هو مقتنع في لوبوتيجي ان يكون موجود في ظل هذه الاسماء الموجوده؟ صعب جدا للامانه، يعني صعب ان يكون ريال مدريد يحافظ على حظوظه في تحقيق الشامبيونز ليج او في الدوري في ظل هذه الاسماء، وايضا في ظل عدم وجود لاعب بقيمه كريستيانو رونالدو في الفريق. لا نجم كبير، نجم نجم كبير، واسماء الان في السوق موجوده. نعم. يعني ما زال باب الانتقالات مفتوح، دوري الانجليزي قفل باب الانتقالات. نعم. ولكن يستطيع اللاعب ان يخرج، فعند باب الانتقالات مفتوح على جميع الدوريات، لذلك يجب ان يعني يكون له حركه في الايام القليله. هو دائما مدريد وخاصه من بيريز يعد ان الصفقه تكون في اخر اللحظات، وبعض الاحيان يعني بعض الاحيان مدريد يقوم بصفقات. تذكر صفقه دخيه. لكن انا ارى ان مدريد، واظن ان بيريز سيقوم ببعض الصفقات على قبل معنى اغلاق. هو صفقات، هناك نوع من الصفقات، نحن نتحدث عن صفقات على مستوى عالي. لكن اذا اردت نجاح مدربك فلا بد من دعمه، دعم المدرب بصفقات تكون كبيره، لانه لكن لاحظ اليوم حتى على التغييرات، لما تكلموا انك مقتنع سيكون بنزيما وبيل وسينسيو كلاعبين ثلاثي في الامام، فلا بد من دعمهم حتى على دكه الاحتياط ان يكون لديك لاعبين على مستوى نعم. عالي. انا اسف كابتن حازم، ساتحول الى جمال جبلي في تالين مع رئيس نادي اتلتيكو مدريد ثيريثو، الذي يبدو سعيدا بهذا التتويج. اخيرا جمال، يتغلب على ريال مدريد. نعم أخيرا، اليوم كنت دائما أقول أسعد مدرب أسعد رئيس، اليوم هو بالفعل أسعد رئيس. إنورابونا بريزيدانتي، تهنينا سادة الرئيس أتلتيكو مدريد اليوم فاز على ريال مدريد أخيرا أمام ريال مدريد وفي النهاية. شكرا جزيلا، لقد كانت مباراة مسلية جدا، ولقد خدمنا الحظ بأن نسجل 4 أهداف، وليس من السهل أن تسجل 4 أهداف في النهاية، واليوم أحرزنا الكأس ولقب أوروبي. الأيام جيدة لفوز على ريال مدريد. ريال مدريد هو خصم عنيد ولديه لاعبين جيدين، وايضا هو بطل اوروبي دائم، ولكن هذه الليله كنا افضل من ريال مدريد.
الفوز بهذه الطريقة وبهذا الفوز الواسع بإمكانها أن يكون مرجعية لأتلتيكو مدريد. كل المباريات تختلف عن الأخريات والدوري سيبدأ غريبا وسنحاول أن نحسن المستوى مقارنة بالموسم الماضي وأن نهضم هذا الفوز بسهولة. وما زالت تنتظرنا موسم طويل في كل الجبهات. هل هذا يعود إلى الانتدابات الأخيرة ومنهم ليمر هو لاعب جيد و